بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنستأنف محاضراتنا في مادة نظرية الآلات. حنبدأ شابتر جديد اللي هو التوث جيرينج أو التروس. بالشابتر هذا حنفهم النظرية الأساسية لعمل التروس، المواصفات الهندسية للترس، المعايير المستخدمة في التروس، وبعض الحسابات اللازمة للتروس بحيث نتجنب يصير تداخلات بين اللي هو التو جيرز ان مش. حنبدأ بما يسمى الفريكشن، يسمى الفريكشن ويلز. أنا مبين عندي هين، مبين عندي عندي تو ويلز، ويل A ويل B متلامستين عند النقطة اللي مبينة على الشاشة. الويل A بتدور باتجاه عقارب الساعة، الويل B أكيد هتدور بعكس عقارب الساعة، لأن في بولينج فورس P بتخلي الويل A تلف. الآن نتيجة الفريكشن، لأن في رد فعل عمودي من A على B ومن B على A اللي هي نورال فورس RN، نتيجة النورال فورس وفي احتكاك بين الويل A والويل B حصير فريكشنال فورس. الآن الموشن حتنتقل، الحركة حتنتقل من A ل B، بس اللي حصير اتجاه الحركة حينعكس. الآن طالما إن قوة القوة P أعلى من قوة الاحتكاك F بتساوي U في R N، حيكون في عندي الفيلوسيتي ريشيو حضلها ثابتة بين A و B. إذا ال P قيمة الفورس B كانت أعلى من قيمة قوة الاحتكاك، حيصير انزلاق لا محالة بين ال A وال B، وحتبطل العلاقة السرعات بين B و A ثابتة. معناته في الحالة هذه الفريكشن ويلز بيعطونيش بوزيتيف درايف. ايش يعني بوزيتيف درايف؟ بوزيتيف درايف يعني دائما بتكون النسبة بين سرعة A وسرعة B ثابتة. اذا صار انزلاق عندي مش حتبطل ثابتة، وبالتالي it is not positive درايف. الان عشان احصل على بوزيتيف درايف بعمل انا كأنه شايفين الدائرة الزرقاء هذه كأنها فريكشن ديسك وهذه فريكشن ديسك، لكن في عندي الآن صار في أسنان، فبصير نقل الحركة بشكل دفعي. نقل الحركة بصير الآن سن بدفع على سن، يعني في عندك بوشينج أكشن عند هين للدرايفر وعند هين للفولور. الدرايفر it pushes on the tooth of the driven، وبالتالي فيش مجال يصير أي انزلاق، وبالتالي النسبة بين سرعة الدرايفر على الدريفن أو العكس بتضلها ثابتة، ما فيش عندي سلايدنج أكشن. الآن الجيرز إلها مزايا وإلها عيوب. مزايا الجيرز إنها تنقل اللي هو تنقل الحركة بين تو شافتس والفيلوسيتي ريشيو بتضلها ثابتة. رقم اثنين، يتم نقل كمية كبيرة من الطاقة من شافت لشافت. اللي في شانس تاعة الجيرز في نقل الحركة عالية جدا، ممكن تتخطى 95%. رقم أربعة، ريلايبل سيرفيس، يعني الخدمة اللي نخدها يعتد بها وتعطينا خدمة لفترة طويلة. رقم خمسة، ممكن أرفع السرعة أو أقلل السرعة من شافت لشافت بكومباكت لاي اوت. كومباكت لاي اوت يعني بحجم صغير نسبيا. العيوب تاعت الجير درايفز ديس ادفانتج، اول شيء تصنيع للتروس يتطلب عدد وادوات خاصه، فهذا احد العيوب. رقم اثنين، اي خطا في قطع الاسنان ممكن يؤدي لاهتزازات ميكانيكيه، وبالتالي بيؤدي للضجيج خلال عمليه نقل الحركه. الآن تصنف التروس طبقا للتالي، ممكن أصنف التروس طبقا للposition of axis of shafts، مواضع محاور الأعمدة اللي راكب عليها التروس، أو اثنين peripheral velocity of gears السرعة المحيطية للتروس، أو نوع الجيرينج نوع الجيرينج، أو position of teeth in gear surface. هنشوف الأربع طرق في التصنيفات على النحو التالي.
التصنيف الأول هو the position of axis of shafts. يعني ممكن أسمي هنا عندي parallel shafts. عندي هنا spar هاي ترس وهاي ترس. محور الترس الأولاني موازي لمحور الترس الثاني فبسميه أعمدة متوازية. نفس الشيء في عندي نوع ثاني عندي helical gears، العمود العلوي موازي للعمود السفلي وبالتالي بسميه parallel shafts. معناته هذا the position of axis of shafts، الشاف they are parallel. في حالة تانية اللي هي اللي هو intersecting axis، يعني هاي محور الترس هذا هاي جاي أفقي، محور الترس هذا جاي رأسي ومتقاطعين في النص، معناته عندي محورين متقاطعين. برضو هذا الترس اللي على اليمين عندي هاي محور للترس وهاي محور للترس تاني، المحاور متقاطعة، معناته عندي intersecting axes of shafts. الآن بالنسبة للشاس ممكن يكون عندي المحاور غير متوازية وغير متقاطعة، زي ما أنا شايف عندي هنا، عندي هنا الورم جير اللي هو ترس الدودة، عندي هاي محور وهاي محور هنا. أول شيء المحور هنا لا هم متوازيين ولا هم متقاطعين، يعني هاي عندي هاي المحور هذا والمحور بعيدين عن بعض في مسافة، ومعناته الحالة الثالثة non intersecting and non parallel. هذا التصنيف الأول. معناته في التصنيف الأول للتروس في عندي parallel shafts، في عندي intersecting shafts، وفي عندي non-intersecting non-parallel shafts. التصنيف الثاني طبقا للسرعة المحيطية للتروس. السرعة المحيطية المقصود فيها لما نرجع على الشكل هين، السرعة المحيطية هين النقطة التلامس بتكون هاي اللي هي حتكون السرعة المحيطية، السرعة الزاوية في نص القطر بتكون في هذا الاتجاه. السرعة المحيطية اللي ممكن أصنفها low velocity, medium velocity أو high velocity. low velocity إذا كانت السرعة المحيطية أقل من 3 متر على الثانية بسميها low velocity gearing. إذا كانت السرعة المحيطية بين 3 ولا 15 متر على الثانية بسميها medium velocity. إذا كانت الـ velocity أكثر 15 متر على الثانية بسميها high velocity. التصنيف طريقة التصنيف الثالث طبقا لنوع الجيرز. في عندي هين النوع الأول external gearing مسننات خارجية، في عندي على أقصى اليمين internal gearing مسننات داخلية، عندي هاي ترس تسنينه خارجي مع ترس تسنينه داخلي. والنوع الثالث اللي هو rack and pinion، في عندي ترس عدل مع ترس مدور. التصنيف الرابع according to position of teeth on gear surface، طبقا لموضع اللي هو الاسنان على الجير سيرفيس. في عندي اللي هو ثلاث انواع، في عندي الستريت اللي هو يسمى سبار، وعندي الانكلايند هيليكال، وعندي الكيرد سبايرال. هنشوف الستريت اللي هو السبار زي هذا يسميه ستريت توث، الاسنان عدله، الاسنان عندنا في عندنا انكلايند زي النوع على اليمين هذا، وفي عندي سبايرال. شايفين كيف عند السن في ميلان دوران بسميه spiral tooth. الآن خلينا نشوف الجيومتريك تيرز المستخدمة في الجيرز. أنا عندي هنا مبين جزء من ترس، عندي مبين عندي سن سنين، عندي الدائرة الخارجية، هذه الدائرة الخارجية تمثل الأوتسايد دياميتر للترس، وإلها اسم ثاني اللي هي الأدندم سيركل، هذا يسمى الحمراء، هذه الأدندم سيركل. الدائرة السفلية اللي هي الروت سيركل أو الديدندم سيركل. في دائرة بينهم بسميها البيتش سيركل، هذه البيتش سيركل. في عندي الفيس ويدث سماكة السن، فيس ويدث اللي هو سترنكس بالاتجاه الموازي لمحور الترس. السن مكون جزئين رئيسيين، اللي هو الفيس والفلانك. الفيس هو جزء اعلى البيتش لاين البيتش سيركل، والفلانك هو جزء من السيرفيس تحت البيتش سيركل. في عندي التوتال ديبث
التوتال ديبث. طبعا يا ما اعرف التوتال ديبث، في عندي المسافه هذه من هنا بين البيتش سيركل والادندم سيركل، المسافه هذه بسميها الادندم. المسافه بين البيتش سيركل والديدندم سيركل هذه المسافه بسميها الديدندم. عندي هذا المسافه اللي هي التوتال ديبث العمق الكلي للسن، اللي هي عباره عن مجموع الادندم زائد الديدندم. في عندي طبعا عندي ما يسمى الكليرنس، هذا المنطقه من هين لهين الكليرنس، والكليرنس اللي هو الان في عندي بيكون السن الخارجي او الترس الثاني بيكونش السن واصل للاخر، بيكون واصل للدائره هذه، فبيكون في فراغ، فمعناته الفراغ هذا بسميه الكليرنس. والكومن ديستنس بين التنين اللي هي المجموع الادندم للترس للدرايفر والدريفن جير بسميها الوركينج ديبث. طبعا عند البيتش سيركل المسافه هذه بسميها التوث ثيكنس، والمسافه من هين لهين الفراغ هذا بسميه التوث سبيس، والمسافه بين نقطه وتكرارها يعني بين النقطه هذه والنقطه هذه بسميها السيركلر بيتش. سيركلر بيتش، هيك يكون غطينا الجيومتريك باراميترز للجير. في ما يسمى البرشر انجل، البرشر انجل انا عندي هذه ما يسمى البيز سيركل، هذه البيز سيركل وهذه البيتش سيركل وفي هذه البيتش بوينت وهذه البيتش سيركل. الان اذا بارسم خط من البيتش بوينت مماس للبيز سيركل هذا بيمثل البرشر لاين، اللي هو بيكون الفورس بين السن والسن acting along this line. الزاوية هذه بين الكومن نورمال والكومن تانجنت تسمى البرشر انجل، اللي هي زاوية الضغط. هذا كله حكيناه. الان في ما يسمى باك لاش. لاش يعني فراغ، باك لاش يعني فراغ من الخلف. الباكلاش هو الفرق بين التوث سبيس والتوث ثيكنس as measured along the pitch circle. ان في عندي سن وسن بيكونوا لابسين في بعض، بيكونوش جايين حكم، بيكون في فراغ، الفراغ بين السنين بسميه باكلاش. نظريا المفروض يكون هذا زيرو، لكن في الممارسه العمليه لازم احنا نسمح انه شو يكون في شويه فراغ بين الاسنان للترس of the driver and the driven. otherwise اذا ما كانش في فراغ يعني محكم حيصير ملزقين في بعض الاسنان وحركتهم صعبه، واذا بصير ارتفاع درجه الحراره نتيجه الاحتكاك ممكن يصير اكسبانشن وبطل الترس يلف معي، فلازم عمليا اخلي شويه فراغ بين الاسنان اللي هو ما يسمى باكلاش. طيب السيركلر بيتش هي الديستنس ميجرد اون ذا سيركمفيرنس اوف ذا بيتش سيركل فروم ا بوينت اوف وان توث تو كورسبوندينج بوينت ذا نيكست توث. نرجع للشكل، السيركلر بيتش هي المسافه بين النقطه وتكرارها، يعني عندي انا بديت مثلا من النقطه هذه، هاي ماشي ماشي، لاحظ انه هذه المسافه من هين لهين المسافه هذه بسميها السيركلر بيتش. السيركل بيتش طبعا بيساوي محيط البيتش سيركل، محيط البيتش سيركل على عدد الاسنان، ومحيط البيتش سيركل هو الباي في الدياميتر تاع البيتش سيركل على، وبالتالي البيتش سيركل بيساوي محيط البيتش سيركل على عدد الاسنان باي في دي على تي. الباي انتوا عارفين اللي هي الباي اللي هي 3.14، الدي اللي هو الدياميتر اوف ذا بيتش سيركل، التي عدد الاسنان الترس. For two gears عشان ترسين يتم التعشيق منهم بينهم بشكل صحيح لازم يكون لهم نفس السيركلر بيتش. يعني السيركل بيتش للترس الاولاني بيساوي السيركلر بيتش للترس الثاني، يعني هيكون باي دي 1 على تي 1 بيساوي باي دي 2 على تي 2. دي 1 ودي 2 هي الدياميترز اوف ذا بيتش سيركلز اوف ذا درايفر اند دريفن جير،
تي 1 وتي 2 هي عدد اسنان للدرايفر وعدد اسنان للدريفن، والباي اللي هي الرقم اللي هي 3.14. ممكن نختصر الباي من الطرفين، باي مع باي بتروح، بصير عندي دي 1 على دي 2 بيساوي تي 1 على تي 2. معناته النسبة بين قطر للدرايفر على قطر للدريفن يتناسب تناسب طردي بين نسبة عدد الأسنان على الدرايفر على عدد الأسنان تاعت الدريفن. معناته كل ما كبر، كل ما زادت عدد الأسنان تاعت الترس، المفروض القطر يكبر. في مصطلح ما يسمى الدايمترال بيتش. دايمترال بيتش هي النسبة بين عدد الأسنان للقطر البيتش سيركل. دايمترال بيتش فانا تساوي النسبة بين عدد الأسنان للترس على قطر البيتش سيركل، وبيساوي باي على السيركلر بيتش. في عندي الموديول، عكسه هي النسبة بين الموديول. طبعا الموديول يستخدم في نظام الوحدات المترية، الدايمترال بيتش يستخدم في نظام الوحدات الإنجليزية. في نظام الوحدات المترية بيستخدم مصطلح الموديول، هو النسبة بين البيتش سيركل دايمتر وعدد الأسنان، يعني الموديول أم بيساوي دي على تي، وحدة الموديول مليمتر. اللو اوف جيرينج، الآن عشان أضمن يصير كونجكت أو بوزيتيف درايف بين تو بروفايلز، خلينا أرسم. عندي هاي سام ريجيد بادي له مركز دوران او واحد، وفي انذر ريجيد بادي له مركز دوران او اثنين. في نقطة التماس بين التنين اللي هي C، عند الجسم هذا بدور بسرعة زاوية أوميجا واحد، معناته هذا بدور في عكس عقارب الساعة، يعني حيكون عندي هين لو وصلت O واحد C. نقطة C ممكن اعتبرها كأنها مرة ادرسها كأنها مرة موجودة على البادي الاولاني، وكأنها مرة موجودة على البادي الثاني. حتكون صورة النقطة C، هاي عندي VC واحد، اجزاء عمودية VC واحد بس اوميجا واحد في O واحد C. هذا كما لو كانت على البادي الأولاني. الآن كما لو كانت على البادي الثاني، خليني بس أغير بالشكل شوي. هاي O2، حتكون عندي في سي. الآن في سي اثنين، طبعا هذا الكومون نورمال، هذا الكومون، نورمال. او خلينا نرجع على 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 الشكل الموجود في على الشاشه، انا باين عندي جسم، على الشاشه عندي، جسم واحد الجسم الاخضر، وعندي جسم اثنين الجسم الازرق. الجسم واحد بدور حول المركز او واحد بسرعه زاويه اوميجا واحد، الجسم اثنين اكيد حيدور
بسرعة زاوية أوميجا 2 وفي نقطة تلامس سي. هذا هو خط التماس بين الجسمين عند نقطة سي اللي هي كومون تانجنت، والعمود عليه هو الكومون نورمال. الكومون نورمال الآن النقطة سي هعتبرها مرة مشتركة هي بين البادي واحد والبادي اثنين. إذا كانت على البادي واحد هتكون في سي واحد، هتكون تساوي أوميجا واحد في أو واحد سي. في سي واحد بتساوي أوميجا واحد في أو واحد سي. والنقطة سي لما تكون على البادي اثنين هتكون عند في سي اثنين بتساوي أوميجا اثنين في أو اثنين سي. معناته في سي اثنين بتساوي أوميجا 2 في أو 2 سي. الآن الفي سي واحد بتعمل زاوية ألفا مع الكومون نورمال. الفي سي واحد بتعمل زاوية ألفا مع الكومون نورمال، والفي سي 2 بتعمل زاوية بيتا مع الكومون نورمال. الآن الفي سي واحد ممكن أحللها لمركبتين، مركبة في اتجاه الكومون نورمال ومركبة في اتجاه الكومون تانجنت. ونفس الاشي في سي اثنين ممكن أحللها لمركبتين، مركبة في اتجاه الكومون نورمال ومركبة في اتجاه الكومون تانجنت. الآن المركبة في اتجاه الكومون نورمال بهذا الاتجاه اللي هي حتكون المركبة الفي سي واحد باتجاه الكومون نورمال حتكون في سي واحد كوساين ألفا. المركب اتجاه الكومون نورمال في سي واحد كوساين الفا، والمركبه للجسم الثاني للفي سي 2 في اتجاه الكومون نورمال هتكون في سي 2 كوساين بيتا. في سي 2 كوساين بيتا. الان اطلعوا الزاويه الفا، الزاويه هاي الزاويه الفا هتكون تساوي الزاوية اللي هو أم. طبعا أنا منزل عمودي من O1 على أم عمودي على الكومون نورمال، ومنزل من O2 عمودي على الكومون O2N. الآن حتكون ال 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 الزاوية أم O1C ألفا بتساوي زاوية أم O1C، وبيتا بتساوي زاوية ان او 2 سي. معناته كوساين الفا، كوساين الفا هتساوي المثلث قائم الزاويه هيكون او 1 ام على او 1 سي. او 1 ام على او 1 سي. وكوساين بيتا هتكون تساوي او 2 ان على O2 C. معناته مركبة ال V C 1 باتجاه الكومون نورمال هتكون V C 1 اللي هي عبارة عن أوميجا 1 في O1 C في كوساين ألفا اللي هي O1 M على O1 C هتساوي. هنحكي عن الـ Law of Gearings. أنا في عندي two bodies. One body is rotating about point O1. Another body rotate حوالين نقطة O2. الجسم الأولاني بتدور بسرعة زاوية أوميجا 1، والجسم الثاني أكيد حتدور بسرعة زاوية أوميجا 2. في نقطة تلامس الجسمين متلامسين عن نقطة C. بنرسم اللي هو المتعامد الكومون نورمال at point C. هذا هو الكومون نورمال. وفي عند الكومون تانجنت. الآن النقطة سي ممكن تدرس باعتبارها مرة على الجسم الأول ومرة على الجسم الثاني. إذا درست النقطة سي باعتبارها على الجسم الأول هتكون في سي واحد، في سي واحد هتكون تساوي أو واحد سي في أوميجا واحد. وإذا درست النقطة سي باعتبارها على الجسم الثاني هتكون في سي اثنين بتساوي أوميجا اثنين بيساوي أوميجا 2 في O2 C. الآن الـ VC1 بتعمل زاوية ألفا مع الكومون نورمال
والفي سي 2 تعمل زاويه كومن زاويه بيتا مع الكومن تانجنت. الان مركبه الفي سي 1 مركبه الفي سي 1 باتجاه الكومن نورمال عباره عن في سي 1 كوساين الفا، ومركبه الفي سي 2 باتجاه الكومن نورمال بتساوي في سي 2 كوساين بيتا. الان مركبه الفي سي 1 باتجاه الكومن نورمال ممكن تكون تساوي، الاحتمالات تاعتها تكون تساوي او اكبر او اقل من مركبه الفي سي 2 في اتجاه الكومن نورمال. ناخذ الحالات الثلاثه، لو كانت الفي سي 1، طبعا تذكر انه التو بوديز ار ريجيد بوديز، لو كانت مركبه الفي سي 1 اللي هي لو كانت في سي 1 كوساين الفا اكبر من في سي 2 كوساين بيتا، حينغرز الجسم الاولاني في الجسم الثاني وهذا مستحيل. الحاله الثانيه انه يكون مركبه الفي سي 1 في اتجاه الكومن نورمال اقل من مركبه الفي سي 2 باتجاه الكومن نورمال، يعني في سي 1 كوساين الفا تكون اصغر من في سي 2 كوساين بيتا. في الحاله هذه وي لوز كونتاكت، حينفصلوا الجسمين عن بعض. معناته برضه هذه الحاله تصوتش، معناته عشان استمر بحاله التلامس، الجسمين دائما يبقوا في حاله تلامس، لازم مركبه الفي سي 1 باتجاه الكومن نورمال تساوي مركبه الفي سي 2 باتجاه الكومن نورمال. يعني في سي 1 كوساين الفا لازم تساوي في سي 2 كوساين بيتا. الان في سي 1 احنا حكينا، الان خلينا نعمل عمودي من او 1 على الكومن نورمال، او 1 ام هذا عمودي على الكومن نورمال، وعمود من نقطة O2 على الكومنور O2N، معنات O2N عمود على الكومن نورمال. إذا بتركزوا كويس حتلاحظوا إن زاوية ألفا بتساوي الزاوية MO1C، والزاوية بيتا بتساوي الزاوية اللي هو NO2C، معناته هذه الزاوية بيتا. طيب معناته حصير عندي، احنا حكينا في سي 1 كوساين الفا يساوي في سي 2 كوساين بيتا، والفي سي 1 يساوي اوميجا 1 او 1 سي، والفي سي 2 يساوي اوميجا 2 او 2 سي، والكوساين الفا بيساوي او 1 ام على او 1 سي، والكوساين بيتا او 2 ان على او 2 سي. بنعوض في المعادله هذه في سي 1 اللي هي اوميجا 1 في او 1 سي، كوساين الفا او 1 ام على او 1 سي، و في في سي 2 اللي هو اوميجا 2 او سي 2 في او 2 ان على او 2 سي، بنختصر او 1 سي مع 1 سي، او 2 او 2 سي مع او 2 سي، بصفي عندي اوميجا 1 في او 1 ام، يعني حصير عندي اوميجا 1 على اوميجا 2 بتساوي او 2 ان على او 1 ام. لازم اخذ المثلثين، نرجع على الشكل، المثلثين اللي هو او 1 ام سي و او 2 ان سي، هكون عندي او 1 ام على او 2 ان، لا انا بدي اخذ المثلثين مش هدول المثلثين، خلينا نمسح، حاخذ انا حوصل او 1 مع او 2 بتقطع في بي، حاخذ المثلثين او 1 ام بي و او 2 ان بي. عندي او 1 ام بي و او 2 ان بي، حكون عندي او 1 ام على او 2 ان بيساوي او 1 بي على او 2 بي، يعني حصير عندي اوميجا 1 على اوميجا 2
بيساوي O2 P على O1 P. معناته law of gearing عشان تكون أوميجا 1 على أوميجا 2 ثابتة, عشان تكون أوميجا 1 على أوميجا 2 عشان تكون ثابتة لازم يكون الريشيو O2 P على O1 P ثابتة. مع العلم P هي نقطة تقاطع الخط الواصل بين مركز دوران الـ O1 والمركز دوران O2 والكومن نور at the point of contact. هذا بيعني برضو عشان تكون أوميجا 1 وأوميجا 2 ثابتين إنه النقطة P تكون fixed. النقطة P هل بسميها pitch point, النقطة P تكون fixed بسميها pitch point. الآن الـ velocity of sliding, الـ velocity of sliding along the common tangent عندي الـ VS هتكون VC1 sin alpha, VC1 sin alpha minus VC2 sin beta. طبعا احنا حكينا ساين الفا يعني حيكون في سي واحد اللي هي اوميجا واحد في او واحد سي في ساين الفا. ساين الفا اللي هي حتكون ساين الفا اللي هي حتكون ام سي على او واحد سي ماينس في سي 2 اللي هي اوميجا 2 في او 2 سي في ساين بيتا من الطلع من الشكل ساين بيتا بيساوي ان سي على او 2 سي. يعني حنختصر او 1 سي مع 1 سي او 2 سي مع او 2 سي بالصف اوميجا 1 ام سي ماينس اوميجا 2 ان سي هيساوي. لاحظوا ام سي ممكن اعتبرها عباره عن تو سيجمنتس. الان الام سي الفي سلايدنج بتساوي اوميجا 1 ام سي ماينس اوميجا 2 في ان سي حتساوي اوميجا 1 الام سي. اطلعوا على الشكل الام سي بيساوي ام بي زائد بي سي, ام بي زائد بي سي ماينس اوميجا 2 الان سي. الان سي عباره عن ان بي ماينس الان سي, الان بي ماينس الان سي. يعني حتكون أوميجا واحد في الأم بي ماينس أوميجا اثنين في الأن بي زائد بي سي مشترك. أنا غلطان هذي الأن ال ال الأن بي ماينس البي سي ماينس البي سي. بي سي في أوميجا واحد زائد أوميجا اثنين. لاحظوا أن تشابه المثلثات أو واحد أم بي أو اثنين أم بي بيكون عندي اللي هو أوميجا واحد على أوميجا اثنين بيساوي أوميجا واحد على أوميجا اثنين بيساوي أو اثنين على أو واحد أم على أو اثنين أن بيساوي أو واحد بي على أو اثنين بي بيساوي أم بي على ان بي. معناته هذا حيكون الساوي ان بي على ام بي. معناته عندي اوميجا واحد ام بي بيساوي اوميجا اثنين ان بي. معناته هدول ايش مالهم التو تيرمز وروحوا مع بعض. معناته السلايدنج فيلوسيتي في اس حتكون بي سي
في أوميجا واحد زائد أوميجا اثنين. معناته السلايدنج فيلوسيتي، سرعة الانزلاق بين التو بوديز ات ذا بوينت اوف كونتاكت، بتعتمد على بعد البيتش بوينت على الكونتاكت بوينت. اذا كانت البيتش بوينت منطبقة مع الكونتاكت بوينت بيكون فيش فيكونش عندي سلايدنج، نو سلايدنج. فكل ما بعدت نقطة البيتش بوينت على الكونتاكت بوينت كل ما زاد السلايدنج بتوين ذا تو بوديز. اللي هي هذه العلاقة في اس بيساوي اوميجا واحد زائد اوميجا اثنين في بي سي. الان شكل السن ممكن يكون اي شكل طالما انه يحقق اللو اوف جيرينج اللي ذكرناه سابقا. شكل السن البروفايل تاع السن ممكن يكون اي شكل طالما انه بحقق اللو اوف جيرينج. احنا حندرس اللي هو حالة خاصة اللي هي الاكثر شيوعا اللي هي الانفليوت تيث فورم. الانفليوت اوف سيركل، الانفليوت اوف سيركل انه انا بكون يعني بكون عندي دائرة بسميها البيز سيركل، بكون لافف حواليها حبل، بكون لافف حواليها حبل، بكون في قلم في طرف الحبل، بكون ارفع الحبل وهو مشدود، برفع الحبل وهو مشدود. يعني انا اطلع عندي هذه النقطه انا بديت من النقطه معينه، بكون ابدا ارفع الحبل وارسم، بحصل على شكل معين بسميه انفلوت. او بحط مسطره بتكون تانجنت، مثلا تانجنت بحط قلم على طرفها بتضلها بخلي ادحرجها على الدائره، بدحرج على الدائره وهي تدحرج بتكون ترسم لي شكل معين. الشكل هذا بسميه انفليوت. يا اما بكون عندي خيط مشدود حول الدائره وبطرفه قلم ببدا ارخي وانا الحبل مشدود ومماس للدائره وارسم. يعني زي انا بديت من النقطه هذه بديت ارخي 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 وارسم. يعني عندي هاي الحبل كان في اللحظه هذه مش يعني كان بديت من هنا من صفر، بديت ارخي هاي وصلت النقطه بي واحد، بديت ارخي اكثر وانا ماشي في القلم بارسم وصلت النقطه بي 2، بديت ارخي وانا شادد وصلت النقطه بي 3 بي 4 بي 5. الان التتبع هذا الكيرف بسميه انفليوت اوف ا سيركل، انفليوت اوف ا سيركل. مبين عندي هين ترسين، هذا البرشر لاين، هذا الخط اللي هو خط الدفع اللي سنان عند هذا هو الدرايفر بدفع along this line. هذا بسمي على الشمال الدرايفر وهذا الدريفن. زي ما انتم شايفين نرجع للجيومتر للسنان، انا عندي الدائره الخارج هذا طبعا الدرايفر بسميه بينيون والدريفن بسميه جير. يعني بينيون اند جير، يعني الدرايفر هو البينيون. عادة البينيون بيكون حجمه أصغر من حجم الجير. هذه الأوتسايد ديميتر أو الأدندم سيركل للبينيون، هذه الأوتسايد ديميتر أو الأدندم سيركل للجير، هذه الروت سيركل أو الأدندم سيركل للبينيون، هذه الروت سيركل أو الأدندم سيركل للجير. هذه هو البيس سيركل، هي السيركل فروم ويتش وي جنريت الانفليوت، السيركل اللي ولدنا منها اللي هو شكل الانفليوت. هذا اللاين اوف اكشن، خط عمل الدفع لاين اوف اكشن، وهذه الزاويه بسميها البريشر انجل. تقاطع الخط الواصل بين مركز البينيون ومركز الجير مع الخط اللي عند البيتش بوينت بسميها هذه النقطه البيتش بوينت. طبعا هذا الراديوس للبيس سيركل، هذا الراديوس للبيتش سيركل، هذا الراديوس للاوتسايد دايامتر. لاحظوا في عندي هنا، طلعوا هنا في فراغ بين البينيون، في بكونش يعني نازل للاخر بسميه الكليرنس.
الوركينج ديبث هو مجموع الادندم التوتال ديبث اللي هو مجموع هذا هو الوركينج ديبث. هذا هو الوركينج ديبث. التوتال ديبث هو عمق السن الكلي من الروت للاوتسايد ديامتر. التوتال ديبث احنا حكينا بيساوي اللي هو الادندم زائد الديدندم. الوركينج ديبث هو مجموع الادندم للبينيون زائد الادندم للجير. طبعا هذا البيز راديوس للجير، هذا البيتش راديوس للجير، هذا الاوتسايد راديوس للجير، هذا يسمى توب لاند، هذا الانفوليوت بروفايل. وفي عندي بتكون هنا عندي هنا في زي دوران خفيف بسمى الفلت. الفلت بتكون عاملة اللي هي دوران بين الروت سيركل او الديدندم سيركل والانفوليوت بروفايل. هذا الكلام حكينا بس انا حاب اعيده عشان نرسخ المعلومة. الان انا عندي ترسين، ترس مركز دورانه O1 they are in mesh، والترس الثاني اللي دريفن اللي هو الجير مركز دوران عند O2. الخط الواصل بين A1 و A2 بسميه السنتر ديستانس. النقطة الآن هذه البيس سيركل، هذه البيس سيركل للدرايفر، هذا البيس سيركل للدريفن. الخط التانجنت بين ذا تو بيز سيركلز بسميه اللاين اوف اكشن، الزاوية هذه بسميها البريشر انجل، زاوية الضغط. الآن الفورس الآن اللي بتأثر بين الأسنان اللي صار تعشيق بينهم اللي هي F، إلها مركبتين، واحدة باتجاه التنجنشال F تنجنشال، واحدة باتجاه الفيرتيكال F راديال. يعني التوتال فورس اللي هي بتأثر باتجاه line of action إلها مركبتين، واحدة تنجنشال كومبوننت يعني تنجنتال بيتش سيركل، واحدة راديال باتجاه مركز الترس. التورك العزم، العزم حيكون يساوي التنجنشال فورس في نصف القطر، اف تنجنشال في نصف القطر. اف تنجنشال بيساوي اف كوساين فاي، واف راديال بيساوي اف ساين الفاي. طيب السيستمز اوف جير تيث، انظمه الاسنان في التروس. احنا هندرس الان في الكورس هذا four systems of gear teeth are in common practice، في اللي هو في الممارسة الهندسية العملية في عندي اربع انظمة الاسنان للاسنان. في عندي ال 14.5 composite system، 14.5 degree، لما يحكي 14.5 يعني بيحكي على pressure angle phi. في عندي 14.5 full depth involute system، في عندي 20 degree full depth involute system، وفي 20 degrees stub involute system. stub involute يعني السن بيكون قصير، سن الترس بيكون قصير. the pressure angle 20. الجدول اللي مبين امامي مبين لي اللي هو انظمة اللي هي 14.5 composite or full depth، وال 20 degrees full depth، وال 20 degrees stub. مورجيني قيم الادندم والديدندم والوركينج ديبث والمينيمم توتال ديبث والتوث ثيكنس والمينيمم كليرنس والفيلت راديوس ات ذا روت از ا فانكشن اوف ميديول. يعني في حاله 14.5 كومبوزيت اور فول ديبث توث، الادندم بيساوي 1 في الموديول، الديدندم بيساوي 1.25 في الموديول، الوركينج ديبث بيساوي اللي هي 2 في الموديول، التوتال ديبث اللي هو عبارة عن الأدندم زائد الديدندم 1 زائد 1.25 اللي هي 2.25 في الموديول، التوث ثيكنس بيساوي 1.57 أو 8 في الموديول، المينيموم كليرنس ربع الموديول، الفيلت راديوس ات ذا روت بيساوي 0.4 في الموديول. طيب نحل اكزامبل. نقرأ السؤال. A single reduction gear of 120 kilowatt. الباور عندي يعني الباور
بيساوي 120 كيلو وات. With a pinion, the pinion تاع 250 مليمتر pitch circle diameter. هاي البينيون وهاي الجير. هذا ايش الجير. With a pinion, the pitch circle diameter pinion D للpinion بيساوي 250 مليمتر. قطر البيتش سيركل البينيون 250 مليمتر. والسبيد تاعت البينيون الان 650 ار بي ام. 650 ار بي ام. is supporting in on bearings on either side. Calculate the total load due to the power it transmitted. الآن طبعا حكون عندي هاي التوتال لود F وهذا حتكون البرشر أنجل فاي. حكون لهم مركبتين F tangential و F radial. الاف تنجنشال بيساوي الاف كوساين الفاي. الفاي معطيني اياه بمناسبة الفاي بيساوي 20 درجة. التورك بيساوي اف تنجنشال في الراديوس. والباور بيساوي التورك في اوميجا. نعوض يعني الباور يعني التورك حيكون يساوي الباور عندي 120 في 1000 على اوميجا. اوميجا خلينا نحسبها على جنب هين. اوميجا بيساوي 650 بدي احولها للراديوس بير سكند في 2 باي على 60. بتطلع 68.03 radians per second. هذه الأوميجا يعني حقسم هين على 68.03 يعني التورك حيطلع 120 في 1000 تقسيم 68.03 بيطلع 1764 نيوتن متر. حكينا التورك بيساوي F tangential في R. يعني ال F tangential حتكون تساوي التورك على الراديوس. التورك اللي هو 1764 الراديوس. انا عندي القطر معطيني 250 معناته الراديوس 125 على بونت 1 2 5 تقسيم بيطلع 1414000 نيوتن. الاف تي هذه الاف تي بيساوي اف كوساين الفاي. معناته الاف حتكون تساوي اف تي على كوساين الفاي اللي هي 14111 على كوساين ال20.
تطلع 15,017 نيوتن. معناته التوتال لود اللي هو اف بيساوي 15,017 نيوتن، يعني حوالي 15 كيلو نيوتن. هيك بكون انهينا المحاضرة الأولى في مادة نظرية الآلات. المرة الجاية بنكمل في المحاضرة الثانية. يعطيكم العافية.